وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اقتضاء العمل، اقتضاء العلم العمل. وحو فصل كان كهر ليا دل بشرة ودل بايا أما كينيست وكينا علم عمل علمي واحد لو برته وين لو عمل فلا روحوا مركز هذو علمي للمعمولية للمعلومية إنه أجاد كلي أو برته أو عمل أو إهماليه وروح أن فهمين معنيه علمي أن فهمين علمي للمعلومية والمعمولية إنه قف أجاده كون عمل فلو أيا لو تلقلي وإياك وحن كاغدق يا مانو أديق إيه وإياك أن تقف إن استاكت يان كاغدق يا مع صورة العلم علم مصور كيسين لا استاكت دون العمل به آذن أبد بن إن لو عمل فلو علم غاس روح با روح باهن هذه عنو نوعية دي مع معنا وكرد دوان لو صوت دياري وهرتي سلا صوت ديو صوت ديو داس لو هرتي سلا صوت ديو إنو عني كمار ديقنا وحا عنا دا لو كينين إن لعنو ولكن هدي بني آدم كا عنا مارتي مصور كيدا هدو باهي أغا بحاي وكو درقاي أدوين كا عنا دا أغو معانا ودان انت لو صوت صور وسكاد دا داوان لها داوشة دا باهي قفكم أغا بحاي أغا بحاي ونحن نحن 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 يا إلهي نحن 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 كوا أقل مضحدة والمقبلين على أهل الدنيا رراء الدنيا ذاتك أهنا قابلة ذاتك حولها له لو يكد الوريغيان مضحدة إما القبيان نذا يكد الوريغيان كواسي قد أعرضوا ويكجيستين عن العمل بالعلم علمي أي برتين إن كو عمل فلان أي كجيستين سادرت فمنعوا البركة بركة علمي أي اللودي دي والنفع به علم وذي إنه واحتريش والنفع يشنا واللودي ذي وحياه النبي إله كما قال عليه الصلاة والسلام وحكم أهيد وأعوذ بك من علم لا ينفع علم أو حبترين يعني إله كما قال يا إبليس عالم بوها علميسي مركي عمل فلقه وهي عرق إله أسر جيدي يهود وعلمه مركي عمل فلقه وهي علم قد عرى إله أسوجيه سبحانه وتعالى مرك قفك علمك وحقيمك يا لنا يا واقع عمل فلكيسة علمك برشدي سامح حتى وحنوك هالميسن جرني كعمل فلكيسة مرك هم كعمل فلنا يا إله علمك أنوفر جري سبحانه وتعالى مصداق قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إله كعب سد إله أسرع واحد برايا مرك مقصود كعلمك نينك ما أنت علمي الآن وعمل فلايا يرهدو شبه أو بالنصارى أيوليه ونلوم إياه روح علمي انت برتي أنا كو عمل فلينين شبه بالنصارى أيو يالنا يا أسغن وكو عذاب مدنا يا وما لين داينا توني تدوجر ويرانا كدو عيسانا الله وضع قلو ربه هذا أما جيتكو ذا إلهي إنو نقاط سيو غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوا ضالين تنا علم الآن يقولوا من كوا يهود أنا وحي عرض إلهي أقول على علمي إبرتين يكو عمل فلواين مارك مان دو وحان سيكا ديها يهدى وحابدتي علمي هدوى أغرنتي سوى بدنتهي لكن كو عمل فلكيسي يا آت ويرادي الله عمل فلك الله نوفره
شيخ أحمد ربيع حفظه الله يا ذكي مارتي حرني ماذا علم إلهي مارتي مركو تمكينك كسيي لابد دعوة إسكو دعوة راغبين تو حرت أو حلو أقرية غير الراغبين إن وحلو أقرية مد بأسو كجس جيسا يحيري ولي مارتي مرياض صالحين أد مارتي أدل جوكتان شيخ أدو حقيت قارتي بوير خاشي رياض صالحين أنت أدل جوكتين أنه صحيحين كي سنن كي كتب تيوردن وأوضع رمينا يوير ولين إذنك رياض صالحين أكفر لسان يحيري ما دو أدو فريد باتهي هذا سنن كي يصحيحين كي أدو وضع رميسي رياض صالحين كي وابو كتاب ويني من دولي وحان داف الله أن هاي الله دع دعنا باب كيسي كوات يعني ولي إسكو رفعت سنة هاي بير كاسن ولي كيني لنا هذا هذا وضع لما يسألوا فريدة توفي عن هاي بير باب هو الرئيمة غانا باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال مرك الله وذن المشي ككل هذا لا يانا كلا دون ننوح كهذا لا يا وانصام مري ووحن واوغه واوغه واارك واغرستي واغرستي نن واد اغرستي مكو عمل فشي فلا تامن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت واتي اسحاق تايدي سي كجرتي عالما نقط وحوات برتي كوكدينينه وحو يري ما هيسا عمل فلكي ما هيسا هانا كامن نقنن إلهي بريت إنه كويدي أيضا عنان إلا سعته واد أغاتي ويحي أتكو أغاتي عمل فلك يدي ملغاه لي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ننك وحوق إننك وحوقين وانين إن دولة إنين إن دقبة ننك وحوق مركة ننك معلومات كي هيا ما هنه وننك عمل فلك كدر سديكاسة وحوق آيات كان هذا بوسكو ميلان هين لو دليشده وحاكمده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب تارك وصلاة أما الكلوستة أما وحكسي ليتا وحيارو بربر الدنيا انتهي برتاني يأسو دليشان آينو إليهين أنك هو علم هذا القرآن كو أمانيو لشيء عالم آيادو أمانتيني وبلاو آيات كسو بلاو آيات وآيات برتن كذي بلاو أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون نكاسا وحق نكاوين كي قم إواهي ما لنتين الدنيا مع معانسي كذي كقو أي روح آسا روح وحفهميئة marka ninka wax ogeey baqaya digtooni ay ku jirto raxmadina rajeynay iyo qofan waxba ogeyn in dhoola ma isku mid ma marka maqsuudka cilmiga amal falka xaqiisa waaye marka ilaahay xaqiisa aan weydiisano cilmigana ilaahay inuu noo ziyadiyo amal falna ilaahay inuu noo gudaro aroor walba uu ku duceysan jiray salaatullahi wa salaamu alayhi allahumma inni asaluka ilman nafi'an وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا علم نافعة يرزق طيب وحلالة يعمل إلهي وأقبل سبحانه وتعالى مركب حجر علمي ومسور كيس إن أدول استاكته أو عمل كي كغو مشخوش من رو يعني دعن كوا مدحظة إما القبين ندى كو ريغا ينا كد الوريغا ينا وحال لسيي كيتكي أدوني آخرة وحي أقوينا وحل بحيال لسيي مركاسي انتو لا يرادي يا وحي رادين أيان قرب كان عواحن رمين بقرضة إما ذحدة مع القبيلة ذا محل لسيه الدنيا لسيه وأن إلهي اكتس قرب كان عكر رمين أسقنا محل لسيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك نويدوتها الله أبيات دي آتك أم عانيذي ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما هذه علمك إلالين لهاين أو كعمل فلك إلالين لهاين علمك أساء إلالين لها حسن البصري مدحري مع القبائل ندي يوحي جوغي يودانا مارتي هوس جوغي محوكو قاري علمك يوبرتي وكو عمل فلي مركاسا مدحري بقردي يوحي الدنيا دلور رادينا يا هوس تيسر جوغي
waxaanu uusan u aqoonsanayn marka cilmiga hadaan camal fal lagu darin wuxuu noqonayaa xuju kugu noqonayaa waana kii laga ducaysanayay ilaahay marka camal falka allah noo furo waa erey yar oo kooban laakiin macno weyn xambaarsan فصل عدم التشاغل بالتعبد بغير علم إن الله اسكو مشغولين إن عبادي ستو علم الآن عبادته علم الآن وحوقفك كأنصح ميسو إنك إمارتي وعبادي سنة علم الآن عبادي سنة شبه بالنصارى في جوتان شيغيني أعماله مردودة لا تقبل وتو ابن رسلان لها وعالم لم يعمل بعلمه معذب قبل عباد الوثن labadaba waa laba dhibaato marka inaad ku mashquusho cibaado cilmi la'aana nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi salaada markii lagu waajibiyey ma tukanin ilaa uu malakul jibriil u yimaado oo u baray bacda alcilmi ayuu nabigu maartay salaadii tukaday laakiin ninkii saxaabiga ahaa ee hortiisa ku tukadayna waa kii ku yidhi salli fa innaka lam tusalli salaadii aan markaa cilmi loo lahayn cibaado kastoo aan cilmi loo lahayn wuxuu qofka halafasaadinayo ayaa ka badan waxa uu hagaajinayo wa iyaaka waxaan kaaga digaya maandhow an tatashaagala bitacabudi cibaado inaad isku mashquuliso min ghayri cilmi cilmi la'aan fa ina khalqan kahiiran khalqi fara badan oo min almutazahidiina kuwa zaahidiinta iska yeela adduunya dadnaca iska dhiga walmutasawifati suufiyana iska yeela oo dad maaragtay adkaar iyo adduunyada inta ka go-ay xagga kuwa iska yeel yeela in badan oo ka mid ah dalluu ariiqa alhudaa hanuunka jidkiisii ayay ka lumeen id cilla camiluu bigayri cilmin waxaa u sababa inay lumaanna cilmi la'aan ayay camal faleen nasaarada markay cibaadada u go-een oo ay manzilo gaareen heer ducadoodu inay mustajaab noqoto halkaasaa shaydaanka uu usoo fuulayo oo uu maaragtay rabbiyaal yaryar inay yihiin uu dadka ugu suureeyey markaasay ku fidnoweyn dadka marka zuhaadda iska yeelaayo ama mutasawifada iska yeelaayo cilmi la'aan markaa cibaadaysanayana ma kala garanaayo karaamadii iyo sixirkii ma kala garanaayo shaydaana inta isu soo iftiimiyo iyo wuxuu leeyahay rabbigaa baan ahay marka saacaddan laga bilaabo salaadii iyo cibaadii wixii dhan waa lagaa dejiyey markaasuu isna wuxuu moodayaa manzilo inuu gaarayo waana uu la go-ay sheekh cabdulqaadir jilaani raximahullahu tacaala yaa loo sheegaa in maaragtay shaydaanka inta maaragtay isu soo suurayo oo maaragtay nuur iska soo dhigay la hadlo wuxuu yidhi rabbigaa baan ahay marka camalkaagii waan kaa waa kaa aqbalay marka saacaddan ka dambe takliif iyo dhibaatay ha u laabanin markaasuu yidhi iqsa cadow ilaahay baa tahay shaydaan baa tahay buu yidhi lacnad ba markaasuu wuxuu yidhi najowta bicilmika cilmiga waad ku badbaaday haddii aad ahaa cilmi aadan lahaan lahayn dad badan aan saan ku lunsaday oon duufsaday waan ku lumin lahaa marka haska cibaadaha ku mashquulin cilmi la'aane وحسن البصري رحمه الله تعالى هذا الآية قرحانه أطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم نينكي وعبادي سنة يا جير هذا علم الآن وحو هلين آيو أيا كبدا وحو هلا جناي عمر بن عبد العزيز هنا نوع والوتيريا مركو حي علم عبادنا تكون مشقوش علم الآن يعني كاقد دقايا إن بدنا دتك zuhaadda iska yeela ama halutasawufka iska yeela waxay waddadii hanuunka oga lumeen cilmi la'aan inay inta camal faleen ay lumeen waddanaad u socoto daliil iyo cid ku waddana aadan u lahayn saad ku gaarto way dhib badan tahay khataro badanaad u bambaxaysaa marka cilmiga iyo camalka labadaba cilmigiina baro cilmiga aad baratayna ku cibaadayso layma labadaas isku wada si miisaaman isugu wada wastur nafsaka naftaadana astur bithawbayni jamiilayni laba maro qurqurxoon ku astur laa yushhiraaniki aan caankaa dhigaynin bayna ahli dunyaa reeraha adduunya dhexdood aan caankaa dhigaynin birifcatihimaa
sareyntooda sababteed aan caan kaaga dhigaynin. Dharka uu xiran yahay Londona laga keenaa, Roma laga keenaa, waa facaamiya faantuu ku farxasha dhihi jiray. Marka ninkani dhar laba marood xiratay adiga iyaynan caan dadka dhexdooda kaaga dhigin sareyntooda daraaddeed, libaasu shuhraha nahya ku soo arooray. Qofka waxaa la rabaa inuu mu'miniintiisa dhexda uga jiro, kibir iyo isqaadqaadna lama rabo, inuu isliido oo ayadana lama rabo, wasad wax ah inuu ku noolaado. Marka laba maro oo aan ahayn laba kuwii qaaliga ahaa oo qaalinimo darteed dadka aan caan kaaga dhigaynin, walaa bayna almutazahidiina kuwa zuhaada ah dhexdoodana aanan kaa dhigaynin caan kaa dhigaynin, bidaacatihimaa liidnaantooda sababteed. Laba maro karkaran oo tacbaan wata alla ninkan waa zaahid, reer adduunye ma aha, caan dadkii dhexdooda dadkii ahlu zuhdiga ahaana inaad caan uga noqoto darteed labadaaba ha yeelin. Dhar aada u heer sarreeya oo caan kaa dhigay dhar aada u hooseeya, hooseynteeda darteed dadkii adduunyada nacay ee zuhaadda ahaa agtooda inaad caan kaga noqoto, dhar caan kaa dhiga ha xiranin buu yidhi. Oo maxaad xiran marka khayrul umuuri awsatuha, dhar dhexdhexaada xiro. cibaaduraxmaan, ummadan wakadalika jacalnaakum ummatan wasata, marka fadiilo kasta waxay u dhexaysaa laba daraf ay u dhexaysaa, geesinimadu fulaynimo oo ceeba iyo qar iska tuurnimo oo ayadana ceeba ayaa u dhexaysaa, labadaas ceebood ay u dhexaysaa. Meeshii marka aada guul ka keenayso aada isku qaadi karto oad wax ka keeni karta gal, meeshaada waxba ka maaratay ka keenaynina ka gaabso. Marka shay walba waa saas, deeqsinimadiina waxay u dhexaysaa bakhiilnimada oo dhulya iyo inuu qofku israaf wixiisa ku xadgudbo ayaa u dhexaysaa. Marka fadiilo walba waa marka dharkaaguna dhexdhexaad ha noqdo, dhar maaragtay caan kaa dhiga qaalinimadooda sababtood ama liidnaantooda sababtooda ha xiranin. وحاسب نفسك نفت هذا حسابي عند كل نظرة وكلمة وخطرة. إيج مكست أكثر هي كلمة كست أو تكوها ليس هي خطرة كست أو قلبك وحي كسر دعاه إن تاب نفت هذا حسابي فإنك مسؤول عن ذلك. أرنك سؤال ويدين يا قلبك iyo jawaarixdaada waardiye, haddii naftaadu ay intaasi wax ay ka samaysana la xisaabtan. Eegmo xun haddii kaa dhacdo ama kelimad xun ama khaatiro xun hadduu shaydaanka maaragtay kugu soo tuuro ama tallaab xun maaragtay aada qaado, waxaasoo dhan waxaa la doonayaa inaad naftaada aada xisaabiso oo albaabka aada ka xirato. Saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin markay naftoodii ku dadaaleen qalbigoodii uu islaaxay, xubnahoodii oo dhan ay hagaageen, qalbigu hadduu hagaago jawaarixda hagaagaysa, carabkoodii, ishoodii, gacantoodii kulli markay wada tooseen, yay waxay ugu yimaadeen, waxay ka dacwoodeen waxyaabaha qalbiga shaydaanka oo fariimaha uu soo tuuray masajida soo dhacay, kuwaas inaga uga dacwoodeen. Nabi Allah waxay dhaheen marmar waxaa qalbiga shaydaanka uu nooga soo tuurayaa wax haddaan ku hadalno, inaan ku hadalno aan ka jecelnahay in cirka intaan ka soo dhacno dhulka maaragtay aan ku kala baqno, aan ka jecelna inaan ku hadalno. Aw miyaad dareenteen arrinkaas? Haabay dhaheen. Markaas wuxuu yidhi daaka sariixul iimaan, calaamadaas waa iimaan cad oo aan maaragtay shaki ku jirin aad yeelateen. Waxa la doonayo qalbiga inuu dareenkaa yeesho waxaa xun shaydaanka markuu ku soo tuuro, inaad maaragtay isticaada billaah inuu kula foolxumaato, inaad ku hadashana aad ay kaala sahlanaato inaad cirka ka soo dhacdo. Qof inuu cirka ka soo dhaco iska dhaafee masaajidkan duushiisa ood ka soo dhacdaa dhibka ugu filan. Marka qof jecel ma jiro sidaad u necab tahay. walaakina allaha xababa ilaykum liimaana wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum lkufra walfusuuqa walcisyaan ulaa'ika hum raashiduun. Marka dareenkaas baadaad yeelateen iimaan saxaad yeelateen uu nabigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. Ibnu Jawzi marka wuxuu leeyahay maandho waardiyo aada u adag, agdhig indhahaaga, carabkaaga iyo
qalbigaaga waxa ku soo dhacaya waardiye qalbigaaga jirkaaga wasaq yar haday soo gaarto markiiba kabaha waad aragteen buraashaa lala daba taagan yahay dharka dhaqitaana lala daba taagan yahay marka qalbigaaga meesha shaydaanka uu waswaas iyo qashinka soo dhan kusoo tuuro yaysan noqonine ka daadi waxa qurunka uu ku soo tuurayo waardiye ka qabo nadiifi xubnahaagao dhanna maaragtay la xisaabtan وعلى قدر انتفاعك بالعلم هدب انت العلم اديك كو انتفاعدو يا ينتفع السامعون كو كا مقلاينا مركاس كو انتفاعيان وحان اديك با كو غلين ددك ما غلين كرتيد نين هرغب قبا او فيرها كا قفا ديفكا ايو اي كا سودان حدو ددك دهو داودان هرغب كي او فيعن تهي هل حب نينكي كا عونو قفا ما اسكو اركاي ديف دمبر او غا دماتي ددك ما خيلايهين hadday wax taraysaasay wax u tari lahayd cid maaragtay ka qaadanaysa haba yaraatee malaha dadkuna waa saasoo kale oo marka wacdiga aad dadka wacdinaysa cilmiga aad dadka barayso adugu markuu ku anfaco yay ayaguna maaragtay ku intifaacayaan hadba inta adiga aad cilmiga ku intifaacdo yaa kuwa ku dhagaysanayana ee cilmiga ku intifaacayaan wacalaa qadri intifaacika bilcilmi hadba inta ay la eg tahay intifaaca adiga aad cilmiga ku intifaacday anficid adiga uu ku anfaco intay la eg tahay yaa yantaficu saamicuuna kuwa maqlaayana ay cilmiga maaragtay ku intifaacayaan sheekhan caalim maaragtay caamila ayuu ahaa waxaa lasoo naqliyaa in addoommaha ay usoo dacwoodeen waxay uga soo dacwoodeen dadka nalehe saadaadkeena waana dhibaan waxaan karinay noo diraan aad inoo rafaadiyeen marka nebigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa walaalihiin oo ilaahay gacantiina hoos geliyey marka camal aysan awoodin ha ku kalifina waxaad cunaysaan wax ka siiya waxaad xiranaysaanna wax oga xira ha cabdi iyo waxaas iyana ha dhihina erey wanaagsan iyo ficil wanaagsan in lagula dhaqmo ayuu nebigu amray calayhi salaatu haddaad camal aysan awoodin aad ku kaliftaanna waxaad maaragtay la timaadaan inaad u kaalmaysaan saasuu nebigu kula dardaarmay salawaatullahi wasalaamu calayh marka tiimahayna waa rafaadsannahaye bal dadkaa nagala hada jumcadii ayagoo isla marka sheekhu khudbada maanta wuxuu ka hadli doonaa xuquuqda addoommaha ay leeyihiin yuu shibka yidhi ma hadlin dhibkii waa ku socdaa jimco kale la gaaray shib jimco kale dhibkii waa muusii batay addoommihii waxay dhaheen waa sheekhu dadka inuu nagala hadlaan rabnee malaha asaaba nagu sii diro marka warkeenu u sheegay miya nimanku xumaantooda inbaa sii ziyaadaysay maalintii dambe yuu khudbada kusoo qaatay khudbada markuu kusoo qaatay dad fara badan oo tiro aan la koobi karin ayaa la xoreeyey oo liwajhi illahi tacaala loo xoreeyey in loo ixsaan fala iska dhaafe addoonnimadii xataa laga saaray markaasaa la weydiiyey la yidhi sheekh saanaa warkaaga dadka ay u yeelayaane maxaa intaas kelimadaas aada noogala bakhiishay oo aada u sugtay wuxuu ugu jawaabay addoon maanan lahaynuu yidhi lacag aan addoon ku gatana ma aanan helin waxaana anu sameynin inaan dadka amrana waa ka xishoonaayey ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum marka waxaan aruurinayey lacag aan addoon ku gataan aruurinayey markaa lacagtii ii aruurtay addoonkeen soo gatay liwajhi illaahi tacaala aan u xoreeyey markaasaan minbarka fuulay oon addoommaha xuquuqdooda ka hadlay marka maxaa hadlay qalbiga hadlaya lix jecladii maalka soo maalkii jecel oo soo shaqeeyey kusoo rafaaday ayuu bixiyey marka waanadiisa dadka way gelaysaa laakiin wixii carabka ka soo baxa dhegta ma dhaafaayaan weliba dabaasha sii tuuraysa dhaguhu waatan ay dhahaan dhaga laab u duleela iyo kuwa leyr u duleela kuwa marka laabta u duleela ninkii qalbiga ka hadlaya warkiisa dadka qalbigoodu galaya laakiin ninkii carabka ka hadlaya dhegtuu ku dhacaya dabeeshaa sii tuuraysa marka hadba inta adigu aad ku intifaacday dadkuna ku intifaacayaan wamataa lam yacmal ilwaacidu goortii qofka wacdinaya uusan ku camal falin bicilmihi cilmigiisa uusan ku camal falin zallat way simbirraxataa mawcidatuhu waanadiisa can ilquluubi quluubta way ka simbirraxataa ma gelaysa quluubta kamaa yazillu lmaau can ilxajari siday biyaha uga simbirraxdaan dhagaxa uga simbirraxdaan ama kamaa yazaalu lmaau can ilxajari sida biyaha ay uga leexdaan dhagax xaggiisa.
oo wuxuu leeyahay wacdigaaga marka adiga uu ku galo yuu dadku galayaa markii adiga aad ku camalfali weyso cilmigaaga wacdiga dadka aad wacdinayso dadka quluubtooda ma ku dhacaye waa ka simbirixanaya dhagax si siba biyo ku dhacay isaga tuuroo kale yaa qalbiga dadka wacdigaaga uusan u gelaynin sidaa awgeed marka adugu naftaada maaragtay hagaaji wacdiga dadka intaadan wacdinina adu naftaada wacdi markaasaa dadka wacdigaaga uu galayaa habyaadii iyana waa taqaanaano alla kaana linafsika dalika ma naftaada maxaad aad u wacdin weysay falaa tacidanna haddaba ha wacdinin ilaa biniyati niyad inaad ku wacdiso maahane wax alaala waxaad samaynayso niyad bimacnaa ikhlaas ilaah dartii ha kaa ahaato istixdaaru niya camal walba intaadan samayn niyada soo xaadiri walaa tamshiyanna ha soconin oo ha socon ilaa biniyatin niyad maaha xataa tallaabtaad qaadayso liayi qarad aa u socotaa walaa ta'kulanna luqmatan luqmadna ha cunin oo ha cunin ilaa biniyatin niyad maahane cibaadaadka keliya niyo uma baahnee acmaashu waa ma'muuraad iyo manhiyaad iyo mubaaxaad wax lagu faray ama calaa sabiil اlluzuumi waalwujuub ha lagugu faro ama calaa sabiil اlnadbi ha lagugu faro iyo wax lagaa reebay waxaa lagaa reebayna calaa sabiil اlkaraaha ha lagaaga reebo ama calaa sabiil اltaxriim ha lagaaga reebo iyo mubaaxaad marka ma'muuraad iyo manhiyaad ma'muuraadku ayagu niyo kama maarmaan niyo la-aan ma ansaxayaan salaada lagu amray zakaa lagu amray soona lagu amray dhammaan cibaado kasto wax kastoo lagu amray niyo la-aan ma ansaxayaan inta dhig manhiyaadku ma'muuraadku waxa lagaa reebay inaadan la imaanin ahayd haddaadan la imaanin laakiin eed laguma haysto maaragtay laakiin ka tegidaada inay ajar noqoto niyay u baahan tahay nin baa in wax la xoolaha dadka in la xada waa xaaraan inuu wax aduu rabay meeshu la waardiyeynaayo arkay xatooyadii yaa u diiday ninkan waardiya uu diiday marka ka tegidaas ajar looga qori maayo wuxuu ka helaya u yaraatee malaha laakiin markuu ilaaha dartii oga tago waryaha waxaan soo xaaraan maaha soo aakhira la isweydiin maayo markaasaa manhiyaadka ka tegideedu ajar ka helaya laakiin hadduusan sameynin biduuni niya laa hawaab wala cawaab midna ama mubaaxaadka mubaaxaadku niyada cibaado ka dhigta ama caado ka dhigta marka caadaadkaaga haddaad maaragtay niyad ola timaado dhammaan caadaadkaaga oo dhan cibaaday noqonayaan marka haddaad wax wacdinayso wacdiga adugu horta hor naftaada wixii ceeba ku jira inaad ku islaaxinayso naftaada u niyayso kuwa kula jooga iyo caalamka oo dhanna u niyayso saantaada hadda magaaladan iyo xaafadaanaad ilaahay uu ku koobay laakiin hadduu ilaahay ku karsiin lahaa inaad maaragtay adduunka oo dhan inaad ilaahay dartii lugta ugu soo dhammayn lahayd niyayso cabdullah ibnu xudaafa sahmi radia allahu canhu niyada uu niyaystay inta ay la eg tahay xadiidka niyatu lmu'mini khayru min camalihi ama ablagu min camalihi sanadkiisa iyo waxbaa laga sheegaa laakiin waxaa kaa deeqaaya xadiidka saxiixeenka iyo sunanka kulli meelbaad ku wada aragteen inama alacmaalu biniyaat qaybteeda labaad wa inamaa likulli imri'in maa nawa maa camila lama dhihin wa inamaa likulli imri'in maa nawa cabdullahi ibnu xudaafa markii gaalkii uu yidhi digsigii karkaraya ha lagu ridoo lasoo qaaday in lagu rido la damcay waa ooyey muxuu u ooyey markii la weydiiyeynay inuu baqay mooday waa lasoo celiyey maxaa u ooyeysay markaas wuxuu yidhi waxaan la ooyey badeecadeeda yaraanteeda hal nafaan haystaa haddaa meeshaan lagu ridaa way dhimanaysaa waxaan ilaahay kula ganacsado dambe ma haysta waxaan jeclaystay waxa tin jirkayga ku yaallo oo nafa ilaahay inuu isiiyo kulligeed aan ilaahay dartii u bixiyo yaa niyaystay buu yidhi ninkaan niyadiisa intay leegta ilaahayna waa siinayaa nin aakhara hal shahaadaa soo wato imaanayaa oo hal nafu maaragtay ilaahay dartii u dhiibay laakiin ninkan muxuu dhiibay waxa tin korkiisa ku yaalla oo nafa wa inamaa likulli imri'in maa nawa marka wuxuu leeyahay maan dhow wacdigaaga socodkaaga luqmadaada wax allaala waxaad samaynayso niyadiisan ka marnaanin niyadana waasici oo ilaa qiyaami saaca iska niyayso ilaahay waa hodan waxba ma cusleeyaan
cibaadada lagu amray, soona lagu amray, intaad awooda waa wax kooban, laakiin adu niyadda baasboorna uma baahna, lacagna ma u baahna. Marka cibaadaadkii waxna inaad samayso waxaad gaari weysana kulligood inaad wada niyeysato, caadaadkiina inaad niyad wanaagsan luqmadan inaan maaragtay xaqa iyo cibaadaadkii inaan ku guto, xataa hurdadaada markaa cibaaday noqonaysaa oo inaad qiyaamuleel usoo kacda haddaad u samaynayso. wmaca mutaalacati akhlaaqi salafi, salafka akhlaaqdooda daalacashadeeda la jirkeeda yaa yankashifu laka alamr, arrinka uu kugu faydmaayaa. maxaa yeelay ayagaa qudwadii ah nabiga ka gadaal salawaatullaahi wasalaamu calayhi, dadkaa dhintayna ayaga weeye dadka lagu dayana, man kaana mustannan falyastanna biman qad maat, ayagaa maaratay ka aamin ah oo aan looga baqaynin, fidna looga baqaynin. marka akhlaaqdooda la daalacdo waxa arrinka kugu faydmaaya. faslun mu'aanatu taalibi alcilmi min atasaaniif, taalibi alcilmi waxa uu uga baahan yahay kutubta musanafaadka xaggeeda. wa calayka waxaad laazimtaa maandhow bikitaabi minhaaji lmuriidiina, minhaaji lmuriidiin dadka ilaahay doonaya dhabahooda ama jidkooda kitaabka la yidhaahdo kaa qabso. fainahu isagu yucallimuka suluuka, wuxuu ku barayaa qaaditaankii jidka ilaahay la qaadiraa, suluuga tarbiyo iyo taskiyo iyo suluug iyo tasawuf iyo ixsaan iyo alfaad fara badan, magacyo kaloo fara badan ay leeyihiin, muaddahoodana waa hal mid. arkaanu diinta maraatibteeda markuu nebigu baraayo ummaddan salawaatullahi wasalaamu calayh, xadiidkii jibriil calayhi salaam, arkaanu lislaam iyo arkaanu liimaan iyo ixsaankii. marka islaamkii waa fuqahada iyo waxaas ka hadlaan axkaamta iyo fiqhiga, iimaankana kutubta caqiidada maaratay ka hadasha. ixsaanka marka waa meesha saddexaade kutub khaasa ka hadasha, oo qofkan inuu maaragtay dhaqankiisa la hagaajiyo, waana muhimadii nebi maxamed ilaahay ula soo saaray, yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu min qabl lafii dalaalin mubiin. marka kitaabkan u dooray wuxuu leeyahay waa kitaab ku baraayo qaabkaad maaragtay waddada fiican aad u qaadi lahayd, kaa horta hore ku dhowuu yidhi. baabkan marka la joogana a'imo wuxuu leeyahay fursaan ku ah kitaabkani. hadda kitaab madbuuc oo maaragtay la daabacay ma aha, makaatib oo naadir makhduud ahaanu hadda meelaha qaarkood u yaalla baa la dhahaa. waxaase uu ka soo gaabiyey kitaabkani ixyaa culuumuddiin oo imaamu lghazaali uu leeyahay, baabkan suluuga markii la joogana imaamu lghazaali iyo ibnulqayim oo xoogaa ka dambeeyey iyo raggaasaa waxay yihiin fursaanta fannigan oo aad u yaqaana. marka kitaabka ixyaa culuumuddiin imaamu lghazaali raximahullah markuu falaasifadii ka adkaaday, nimankii xashaashiinta ahaa ee firaqulbaatiniya oo diinta dumin weyn ku haya ayagana uu ka takhallusay, iyo wuxuu alifay kitaabkan uu u bixiyey ixyaa culuumuddiin. marka khaasatan mid cibaadaadkii, mucaamalaadkii iyo munjiyaad iyo muhlikaad labada dambe, munjiyaad iyo muhlikaad aad iyo aaday maaratay u qiimo badan yihiin. halkaasaa maaratay sheekhan marka uu soo ikhtisaariyey minhaaju lqaasidiin kitaab uu u bixiyey oo madbuuca iyuu ku ikhtisaariyey, ibnu qudaama almaqdisi iyo isagana sii ikhtisaariyey oo mukhtasar minhaaj lqaasidiin. marka aad iyo aaday marka fannigan ugu fiican yihiin, qalbiga sidii lagu islaaxin lahaa, naftan looga adkaan lahaa looma gaaro. kitaabka ixyaa culuumuddiin waa kitaab weyn, sheekhuna xadiid badan oo ama daciif ama mawduuca iyo inuu sheega la arkaa, laakiin alxaafid alciraaqi raximahu allahu tacaala ayaa aada ugu khidmeeyey oo wuuna la daabacan yahay, almughni can xamli lasfaari fi lasfaar. marka kitaabkaasuu sheekhu kasoo ikhtisaariyey waqti aad u qiimo badan. fainahu yucallimuka suluuka, suluugii ayuu ku baray, fajcalhu ka yeel jaliisaka, kan kula fadhiya ka yeel, wa mucallimaka mucallimkaagiina ka yeel, wa talamax daalaco ama u fiirso kitaaba sayid alkhaadir. marka kitaabkaas kan kula fadhiyo oo had iyo jeer aada u heshato, haddana macalinkaagaa ka dhigo, wa talamax
daalaco kitaaba sayd alkhaadir sayd alkhaadir kitaabku u bixiyey wixii maskaxda ku soo dhaco oo dhan uu qorayey marka maskaxdii ugaarsashadeedii ama khaadirka wixii ku soo dhacay magacaas uu bixiyey fainaka adugu taqacu waxaad ku dhacaysaa biwaaqicaatin waaqicooyin yaad helaysaa tuslixu laka ku hagaajinayso amra diinika wa dunyaaka diintaada arrinkeeda iyo adduunyada adduunye iyo diinba labadaba way ku hagaagayaan wa taxfadu kitaab وتحفظ حفظ كتاب جنة النظر نظرك جندي كتاب كان مارته حفظي نسخوين كان كلام حي قرآن فيري ما شاء الله وتحفظ حفظي كتاب جنة النظر كتاب كاس حفظي مرك كتاب كان حفظي فإنه يكفي وحوكو في لنيه في تلقيح فهمك فهم كالا إنو بعرميه للفقه أتفهم سنتهي كتاب مارتي وصولك إيو وحاقي وكغاحد لا إيو وآدو قيمة بدن مرك وحليه كان مارتي دار حفظي وحوكاك في لنيه إنو فهم كالا بعرميه بسلي فهم بسل وقمات ماشي مثلا لغاية استنباط ويحي لود اللي شديء يد كفهم إذا فهم كأو مركا أو بعرمين يا كان مرت أجو ومتى قرتي تشاغلت أدسكم مشغول سد بكتاب الحدائق كتابك الحدائق وغم عدري وعلوم الحديث وكذا الله يا أطلعك وحكم دال عسينا يا على جمهور الحديث حديثك انتي سبدنا جمهور تيسي وكو دال عسينا يا كتابك أنا أو ليه وإذا التفت هداد من العسد إلى كتاب الكشف كتاب الكشف أو لما أشكل في الصحيحين كهداد من العسدنا أبانا لك وحكو عدينا يا مستورا ما شيء كيس أسطورا في الصحيحين صحيحينك هجرة ومن الحديث حديثك أريد أما وحيوها إشكالك كينا يا أتكون مرقني سأدن فهمينين كاقرصون كان كوفي إداية مركا هذه فقه أو باهاتو إيو هذه مارتة معلومات جود أو باهاتو سيد الخاضر خاص فن جاركو معها كتاب كان حدائق علوم تحديث كي إيو هواها الله ميت كان كشي أو ما عدرينا صحيحين كي وحي إشكال وكجري إنه كو إشكال بحي أو ترى قلي مركا ولا تشاغلن هاسكو مشغولين أو هاسكو مشغولين هاسكو مشغولين بكتب التفاسير تفاسيرتي كتب تهدي التي تفاسيرتي وصنفتها أي صنفتي الأعاجم وعجمتها كتبت أي عجمت صنفتي عجمة هذا عجمة اللسان على غير الله يا تاسل ويمدا معتبر كاه مدا كلي ومارت قبيل كام جنسي تاسي اعتبار ما لها دين تان واحد أخذ مني هرمري علوم تهذا ولم بأم عربيها نقطة أما أصلين كان نقطان عجمي أنت هذا بدن أهاي مركب ولا تشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم أعاجمت أن كتبت أي صنفتي وعربية أن قمات وأقونين كواسي كتبت هذا اسكو مشغولين محايا لي قفك عجمد وإلا هرتا منك خارجها معتزلها عندها ومن عسون ويكسم يهين لبدا قلبا الديدة هي ذاتك وعيد كمارت أهل الكبائر كإلهي إنو اسكع فينا يو مركاس وحوير ما يا سيد أولا إلها إساس إلهي بلانت مكبحة إن الله يخبر المعاد وحب بلان قاد إلهي عز وزنك كو عاسي إنو عذابه مركا قف إلهي كو عاسي إلهي عفينا يا بلان قادك إلهي أيا ماشي جواي مركا مركز وحوس وقاتي بيت عربي وحوي وإني إن وعدته أو أوعدته
لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إيعاد إي وعدي وقود يبوه أنا هذا قف وحو يبوه أما أن أقوها نجبوه وحي روحي أن كوها نجبين وان باجن وحي أن أقو يبوهين وان أوفين مركا هنجباد أولا باجي عيب ماهن وأمان وأكو عذاب وطلابا كاقادة إنك مركا تقابطي وتبر دريدي سآتوستي ورسانا أتبر دلنتها وان إسقاط قادسة أرض وكرامة مركا أحي من العدمة أتيتا بل هذا فكر كان قلدا وحو كاسو الرعي عجم لماذا هذا اللغة العربية فهم سنتهي واتكال ساري لهاد وعيدك يوعدك اتكال ساري لهاد قفك يوهي سينو كبحو أي عيب أه لكن وحو كوهان جبي إنو مركو قفك كاتك عفيو ماها عيب ماها عجم لماذا لقاء قاربي مركو حليه كتبتا أي عجم تقرتي أن اللغة العربية قمات أفهم سنين تاسي هاسكو مشغولين وما ترك المغني كتابك أو المغني أو ما عدري وتفسيرك وين أهنا كما تجين وزاد المسير كتابك زاد المسير الله هنا وكم من لجسو جابي كاس هذا مطبوع ميرو بيال لك حاجة حاجة أذيك كما تجين في شيء شيء واحد من التفسير ويحي تفسير أضو بهنيد لو أن كتابة كاغد كاغفلا ولا يهي أو باهي وما قفتين الملك الأتسي هذه في فن تفسير يا نسخين كقارقون قرايانه فن التفسير كلا ودان كتاب كعافلا وليه وأما ما جمعته لك أما وحي أنكوس وكل مية ومن كتب الوعد وكتبت وعد أهل فلا حاجة لك هذا حاجة لكم مسونا بعدها كتبت أسقط أشد إلى زيادة أصلا وحكسي دنبوه زيادة رادين يسمعها إن كان وعدك حق يسه نين لو قدم بيوها إلى علم الرهن هرتيسنا لما أرق أسواكلا قداشيسنا ما إيمان أسواكلا وعدك حق يسه كتب فرابضا أو مد بمثكر وكم عن يهي وعدك حق يسه يولي يهي مرك واحد دنبوت وباهن تايبة مجيران أيولي يهي مدارات الخلق والعزلة وقدر كرنمانه مدارات الخلق والعزلة خلقك أو مارتي لغولار دقمو أخلاق لطفان ولو دبعيو إيو إن لإسكا لغسو عمو شرط وضيو دبكو دانا لإسكا إلالي دادك خير كاقا هقارو دبكو دانا إسكا إلالي مدارات ولفظ شرعية وحانا ماشان دادكو إسكو قلدان لبق شرعيون أوكا لدوي المدارات إيو المداهنة مداراتكو ودتك أو نينك جاهلك أنتو أحكامتي شريعة كبرنا يو أما نينك مكري يشدد بدن شرتي سين لقى من نقض درادد إن شرتي سكيل علينا سكيل علينا يسو درادد إن أمو جامل يسو أو نكلا بدبادي عمله مركا تاسي ووحونا أحسن مدارات علم وحيدهن بذل الدنيا لمصلحة الدين حوغا الدنيا لديو دينتا مصلحة درادة دينتا اما دينتا لها النقطة اما روحا ادو دمرين يسو دينتي سها النقطة بدل الدين بدل الدنيا عن رهي يعني بدل الدنيا لمصلحة الدين ومدارات وينهبون تهي نبي كان نقول لكم جيري عليه الصلاة والسلام مدى سانا لغوحا باريا شاعرك مدى او يريه فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دونت في أرضهم تاسع الوحى مبارايا مدى كليتو المداهنة لجرهدا وتا عكس جد بذل الدين لمصلحة الدنيا لجرهدا دين تهدى ديبيسا حقا الدنيا تسيسنا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أيون نقونا يودوا لو تدهنوا فيدهنون تاسع لما أقول مداهنة ونفاق مركز كان منافق نمدي يحوسوا دريشان لو بيت هذا أنا أخرني يحوسوا دريشان مدارات كان لو دريشداي مداهنة لو ما دريشدو مدارات كان النبي جينا كل أمي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيحين ككوي على عائشة رضي الله عنها بخاري كوي على النبي نبى إذن ويديسيو ما كنا وعدك سمع له وقرتي عيون من حسن وهاي أقرع من حاوس على سكو خلافة وحير إذن وله بئس أخو العشيرة أوف صحة أصوات قاله نينك قرابة ولا الكل أيه باسل نين حوم وياه
haloo fasaxa soo galuyo nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ninkii markuu soo galay nabigu waa soo dhaweeyey calayhi salaatu wasalaam, waa ikraamay, waa maamuusay, hadalku u dabciyey, waa baxay. caaisha radi allahu canha waa faqiihad, warkii horena way maqlaysay, waxaana way aragtay nabi allo say wax u jiraanay tiri ninka banaanka markii codkiisa aad ka maqashayne saasaa tiri, markuu soo galayna waa wa dhaqaalayso waad wanaajisay say wax u jiraan. wuxuu yidhi dadka waxaa u shar badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaamo kan loo maamuuso shartiisa in laiska ilaaliyo, shartiisa in laiska ilaaliyo daraaddeed oo diintaada inaad ka badbaadsato fuxshiga uu ku hadlaayo waxaa iyo kan loo karamay dadkaasaa u liituyay nabi calayhi salaatu wasalaam. marka islaamnimada markaa qalbigiisa ma aysan gelin oo waagi dambe xataa ridada iyo ay dhacday dadkii ridowu ka mid ah inkastoo gaal ka soo laabto islaamnimadiisa ay wanaagsanaatay. marka wuxuuna saa nabigu u yeelay calayhi salaatu ugaas u ahaa dadku ugaaska u yahay mu'miniin saadiqiina iyo munaafiqiin asagoo kale ayaa ku jira. hadduu nabigu wuxuu ka og yahay uu kula dhaqmo ducafadaas mu'miniinta ee ugaaska u yahay iyo dhibka kula laaban, dhibka weyn inuu ka dhasha diinta inuu kasii cararana waa laga yaabaa. marka waa dhaqaaleeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam, diinta wuxuu nabigu u dhimayna ma laha, laakiin faasiq ama maaragtay boqor daalima oo diintii ku tumanaya inaad u fatwatoo tidhaahda ha adaa saxane wad mudaahanada la sheegay la diidaya waa middaa middaa middaan la ogoleen. wa kun ahaw xasana almudaaraati, mulaadafadiisa dhimrintiisa mid ay wanaagsan tahay lilkhalqi khalqa ugu dhimrinaayo, maca shidati alictizaali canhum, ayadoo lala qabo inaad ka iska ilaaliso dadkoodan dhex gelin. fa ina alcuzlata, ka dhexbaxa dadka laga dhexbaxo, raaxatu raaxo weeye min khulataa'i su, dadkii xumaa dheehooda inaad isdhex gashaan yaad ka raaxaysanaysaa. wa mubqiyatun lilwaqaari, weyninkii iyo haybadiina waxbay kuu reebaysaa. dadka had iyo jeer haddaad ku dhex jirto daba lagaama dadanayo, laakiin marka dadka ka dhex soo ka baxdo waa haybad iyo dadka waxbay kuu haynayaan. wa mufiidun lilwaqaari, nusqooyinka qaar qoray fa ina alwaacida, waacidka khaasatan gaar ahaan, yanbagii lahu, waxaa u haboon, allaa yuraa, inaan la arag, mutabadilaa, asagoo dhar xoogaa hooseeyo dharka shaqaalaha ku shaqeeyaan shaqada lagu qabto asagoo xir inaan la arkina haboon. oo qof markuu shaqaysanaya dhar hoose u wataa shaqadiisa isaga gacanta ku qabsanaa inaan saas lagu arkina fiican. walaa maashiyan fii suuqi, suuqa asoo dhex socda inaan la arkina fiican. walaa daaxikan, asoo quslaayana inaan la arkina fiican. maxaa saas u leeyahay liyaxsuna, inay wanaagsanaato darteed bihi asaga adanna malo fiican dadka inay ka maleeyaan. oo markaa fayuntafacu biwacdihi, wacdigiisi marka waa lagu intifaacaya. halkan marka muruu'ada iyo waxay u khuducdaa zamaanka iyo makaanka, meel wixii ceeb ku ah ceeb ku maaha meel kale. marka waaqici u khuducdaa la leeyahay waxaa shardiya inaysan khilaafaynin xukum sharciya, aayad qur'aana ama xadiidka inaysan khilaafayn. qola caado ka dhigatay wax diinta khilaafsan, marka curfi wadaa loo fiirinayaa ma jiro. curfigu waxaa ka weyn marka hore sharciga ka weyn. markii shareecadu laga yimaado markaas kadib wixii dadku ay dhaqan ka dhigtaan had wayna kala duwanaanaysaa. marka muraada wixii dhaawacaya marka wacdigiisi dadka inuu galo oo ku intifaaca daraaddeed yuu leeyahay saasa inuusan yeelina fiican. dadka waan la qusli jirnay ilaa marka dambe aan gaarno heer nolkudayda markaan gaarno dadka qusla lamaanu qusli jirina waa ka soo cimi jirnay ilaa warkeenna ficilkeenna wax walba aan sameynaa imaam uu noqday ninkaan lagu daydo inuu isilaaliyo waa fiican tahay. laakiin suuqa dhexmaridiisa iyo qosol caadiya taa intaba nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh waa uu samayn jiray waxba ceebna kuma sugna. laakiin hadda wuxuu muraadkiisu yahay nin dadka had iyo jeer maaragtay dhex jooga oo ceebtoodii iyo wax walba arkaaya inaadan noqonine si wacdigaa dadka ay u intifaaco. faida turirta, haddii lagu dhibaato geliyo ilaa mukhaalatati annaasi, dadka inaad dheehda haddii lagu dhibaato geliyo oo nin xoogsanayo oo dadkiisa dhex jooga aad tahay, fakhaalidhum, dadka dheeh, bilxilmi canhum, dulqaad aad xaggooda ka dulqaadato ku dheeh. mararka qaarkood ismoogeysii attaqaaful, wixii adoo arkaya inaadan arkin oo kale iska dhig xilmi waxaas. laakiin haddaad kullu sagiira wa kabiira dadka wejigan ka saaraya aad tidhaahdo adiga dadka kale badbaadi miisaan, fa innaka adugu in kashafta haddaad faydid
عن أخلاقهم أخلاقهم هدات في يدي وضحكت وضعتين لم تقدر على مداراتهم إن أدمرك أرد من رسول ما بأودي سيدبا ما كان الله أرد من مدول سافتت ماذا حكا ساريسا مرك مداراتك وضع مكري سيد هدات ده إن أدمارتي نبي صلى الله عليه وسلم عليه مركي وركي وكو قرصدي أي فافيسي إحدى أمهات المؤمنين فعرف بعضه وأعرض عن بعض وركي أرد وجهي كما سارينه وحنا وأشياء أنت كلنا وكجيس مرك ذاتك لا رقم يسوى دلقات كل رقم لكن هذا ترى وحول بن فيدة وحول بن أغانا قفك والدك معلمين تي حتى سياسة سنة أولاد يرضي كل رقم وفي عنته أرضي كان معلمك وكه سنة يا والدك وحرمين يا وحياة وحنا وكل حجرا جرا مرك أدوه وحول بو واندبجلا 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 مرك دمبه مر هدوء غادينا تكو غاتي حشوات كي يقول هيا وغانين إيه وحان اسكي الالي وحي هي بدي جويس مر خاص مر كده محو غارة نين بيس كمر دوريه مال كاسيف عن قل مر هدي أبي معلك وكو غادين ما حد اسكر دوريسا هري أسي قل مر كده عيبت وضعين اللي قد بتقيني هداد حتى أردوشة ما بالو أقوام ورمحا ساس داد محي أسمين عيان إيه وأنا عن بعد مدارات كفائدي سوحوه قف كان مالن مستوى مرايا اسكو مر مدك ما بسلادان مرك ما انت اودمري اسو غلط كو جير هكو قوانين خوغا او شيق خوغانا كرب مرك دنبه اسابا كسو غا مرك دنبه خو كله شيخو وحس ان هان جير اسابا مرك دنبه حاشا بيا منه لكن هذا توش لا دبا غشود وحول بان فيدا دهدو ادي ددك كلا دمت من وانين كرتيد مر مدارات كان كله ما دقبي كرتيد والله سبحانه وتعالى أعلم.